السيدة فاطمة. بداية مساء الخير. مساء النور. سيدة فاطمة، نعرف سبب المشاهدين أكثر، من هي سيدة الأعمال التي أثبتت مثل براعتها هنا من داخل هذا المخبز، عن بداية قصة نجاحها لافتتاح هذا المخبز؟ بسم الله. أنا سيدة كلا سيدات جنسية مغربية، جيت على بلد الإمارات عشان أسوي هون يعني بزنس خاص لي، وكونت بعرق جبيني، ويعني أتمنى إن شاء الله يكون لقدام وقدام وقدام كثير مجالات. وطبيعة الحال من طبيعة الحال في صعوبات، في لازم بالواحد يمر بصعوبات تحديات عشان يوصل للهدف المراد. سيدة فاطمة، لو تخبرينا أكثر عن هذا المخبز، مخبز دباجيت، ما هي أبرز خدمات تقدم فيه؟ زي ما احنا شايفين أنواع كثير متنوعة، خاصة الخبز المغربي، الخبز الفرنسي، تخبرينا أكثر. أكثر حاجة احنا بنسوي الخبز المغربي. هذا الخبز المغربي في انواع، في الباجيت طويل وفي هاي الخبز المدور، هذا معروف في المغرب، يعني هو اللي متداول في المغرب، بس الحين صار عنده اقبال كثير من جميع الجهات، المصريين والسوريين والاماراتيين كله صار ياخذ هذا الخبز. وبعدين في عندنا فطاير متداول في المغرب، يعني فطايرنا في مسمن، في المحشي، في البغرير، في على الكرواسون، جميع الكرواسون المحشيات، في ما هذا يعني خامر معمرين باللحم المفروم، بالدجاج، في هذه الحرشة بالسميد، في الكيك، بنعمل حلويات على الأشكال المغربية معروفة على الصعيد العالمي، في كمان خبز الأسمر بنعمله كذلك، في بيتزا بنعملها يعني صغار، في البسطيلة صغار، أكثر شيء في رمضان بيكون جميع الأكلات المغربية الصغيرة معروفة عندنا في المغرب. جميل. طبعا انت ذكرت انه هذا تخصص المخبز خاصة من تحت يد ام مغربية. أيوة. في صناعة جميع انواع الحلويات. أيوة. والخبز المغربي. أيوة. هذا التميز. ما الذي يميزك عن باقي المخابز المنافسة؟ والله بنعمل الحاجة الفريش يوم بيوم، ما يعني نخبي بالغد ولا لا، بيوم بيوم، هذا اللي يميزني على المخابز، بنعمل كل يوم يوم. جميل. سيدة فاطمة، لو تخبرينا أكثر، منذ افتتاحك لهذا المخبز كيف ترين إقبال الناس على هذا المخبز؟ إيه الحمد لله، الحمد لله، عندي ناس، عندي كاستمر كثير، وطريقة التعامل هي اللي بتجلب الناس، صار عندي كثير ناس بيجيوني. جميل. أنت تحدثتي قبل قليل عن الحلويات المغربية. أيوة. ما الذي يميزها عن باقي الحلويات المعروفة؟ المعروفة كل واحد عنده ستايل ديال. صحيح. يعني في نكهات غير اللي عند السوريين، في اللي عند اللبنانيين، يعني عندنا خاصيات بينا نعملها في الحلويات. أي. جميل. لو تحدثينا أكثر عن كوادر الموظفين الموجودين، خاصة أنت المسؤولة عن مخبز الحلويات من جميع أنواع الخبز أيضا، يتم تحت إشرافك وتحت عمل يدك السيدة فاطمة، خبرينا أكثر أيضا عن كوادر المساعدين لديك. إي والله أنا عندي بنتين، والله ما شاء الله عليهم. أنا كان عندي قبل عندي ثلاثة، كانت واحدة وولد بس راحوا، بس البنت اللي عندي ما شاء الله عليها وهي الثانية، وهم نحن بنعمل كل ما شاء الله باليومي، بيخرج كمية كثيرة للناس والناس تمشي فرحانة ويعني جميل. كيف يتم بداية العمل خاصة تحت إدارتك منذ بدايات الصباح حتى نهاية المساء؟ هي بداية يعني عادية، كل زي بنفتح الساعة 8 ونسوي هذا كله، بنوجده في الصباح، لما يخلص بنعيد ثاني هذا المأكولات الثاني،
هيك اليوم اليومي حتى المساء. البنات بيروحوا شويه بريك يعني في البيت وكل وبنعمل تناوب وكل وحده يعني عارفه شغلها. جميل. وحده عارفه شغلها. سيده فاطمه طبعا احد برنامج تقدم الازدهار اكثر واكثر، تخبرينا اكثر عن هذا النجاح، ما هي الطموحات والنظرات المستقبليه الى الامد البعيد؟ ان شاء الله يا رب. اتمنى الكل خير اولا للجميع الناس وجميع المبتدئات، وكنتمنى نزيد القدام يعني باخلاص وتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله تعالى اتمنى لك تقدم للزهر اكثر واكثر. سيده فاطمه قبل ان يداهمنا الوقت في برنامج ضمن الاتحاد، لمن توجهين رساله شكر كان داعما لك ومؤازرا لك في قصه نجاحك داخل الامارات العربيه المتحده؟ أول شيء أوجه شكري وامتناني للدولة الإماراتية أول شيء، والحكامها والأمراءها والشيوخها والأمنها، لأنها يعني أنا باش فرحانة وسعيدة هون في أمن وأمان وحق وديمقراطية أول شيء. وكان وجه رسائل شكري الخاص لأخي اللي ساندني على هذا المشروع، والاخ والبنات اللي معايا انا كنشكرهم بزاف، يعني انا عاملاهم زي اخواتي، ما بينا ما عندنا مشاكل، ما عندنا يعني ولا شيء. جميل ما شاء الله عليك. وكنشكركم انتم اللي جيتوا وشرفتونا، وان شاء الله يا رب يتمنى لكم كل خير والمزيد من العطاء يا رب. ان شاء الله تعالى بوجودك سيده فاطمه. سيده فاطمه انت ذكرتي نعمه الامن والامان داخل الامارات العربيه المتحده. أيوة. وذكرتي ماذا تعني لك، ما هي رساله شكر التي توجهيها الى شيوخ الامارات بنعمه الامن والامان المتوفره؟ والله العظيم انا يعني تقريبا أن هذا اللي كيفرحني هون اروح بلا قيود، يعني اروح فرحانه ما في ولا شيء ضايق، واكثر ناسها طيبين وكرماء، زعما صحيح دوله ديمقراطيه ويعني وفيها امن وامان. والله كنتمنى لها المزيد 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 والجميع دول الاسلام ان شاء الله تعالى. سيده فاطمه الله يهنيكم يا رب العالمين. في نهايه لقائنا انا بارك الله على أننا وزعناك برنامج الاتحاد. شكرا لك. الله يخليك يا رب وشرفتونا إن شاء الله. وإلى هنا أعزائي المشاهدين كان معنا لهذا اليوم المخبز لبجيد السيدة فاطمة قنديل، وهي سيدة أعمال أسدت همتها وبراعتها في داخل الإمارات العربية المتحدة لمدة 4 سنوات يفتح لهذا المخبز، وطبعا نتمنى لها تقدم الازدهار أكثر وأكثر، وانتظرونا بكفاءة جديدة كما عودناكم، ودمتم في أمان الله.